كافة الموضوعات ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لأبناء الوطن بالخارج، بما في ذلك الوضع الاقتصادي للدولة المصرية، السياسات النقدية للبنوك المصرية وانعكاساتها على مصالح المصريين في الخارج ومناخ الاستثمار، والقرار الهام الخاص بإنشاء شركة استثمار للمصريين في الخارج. كما يتناول الوضع السياسي للدولة وعلى رأسها الاستحقاق الدستوري القادم للانتخابات الرئاسية وأهمية المشاركة الواسعة لحضراتكم من المصريون في الخارج في هذه الانتخابات. قوة مصر وقدرتها على الصعيد السياسي الدولي وسياستها الإقليمية والوطنية ومجابهتها لحرب الشائعات الضروس والحوار الوطني الدائر حالياً في سبيل الوصول إلى قناعات وتفهمات يجتمع عليها المصريون بأكملهم في الداخل والخارج.